وصل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة زيارته لمصر بعمل جولتين داخل مركز شباب الجزيرة الرياضي والمركز الأولمبي بالمعادي برفقة وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز. وصل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة زيارته لمصر في إطار التعاون بين المملكة ومصر والاستفادة من الخبرات بينهما بالقيام بجولة واسعة لمركز شباب الجزيرة بالقاهرة برفقة وزير الشباب والرياضة بمصر المهندس خالد عبد العزيز، الذي قام بشرح كامل أثناء اللقاء والجولة لمنشآت المركز وكيف يخدم المواطنين رياضيا واجتماعيا. ثم قام سعادة السيد الوزير بجولة أخرى شملت المركز الأولمبي بالمعادي وسط ترحيب من مسؤوليه الذين قاموا بشرح عملي لما يقوم به المركز ويقدم خدمات للفرق والأندية من تدريب وإعاشة، وأيضا الخطط الشاملة للمركز من تسويق لمنشآته وكيفية الاستفادة منها للصرف عليه وإدخال مكاسب للوزارة. طبعا في إطار الرؤية المشتركة بين سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، والتي دائما تؤكد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، ومن خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها بين البلدين من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبين وزير شؤون الشباب والرياضة وجمهورية مصر العربية، تأتي مثل هذه الزيارات اللي تؤكد على قوة الترابط بين البلدين، واللي أيضا ممكن الاستفادة منها من قبل البلدين، خاصة أن التجربة المصرية تجربة رائدة وفيها العديد من الأمور اللي بالإمكان أن نستفيد منها. والمبادرة الأخيرة اللي طرحها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مبادرة استجابة، ممكن الاستفادة من تجربة جمهورية مصر العربية في إدارتها وتنفيذها لمثل هذه المراكز الشبابية والمدن الرياضية، وخاصة هناك اعتماد على مصادر عديدة لإيرادات هذه المراكز وتطويرها، وشلون ممكن أن هي تخدم أكبر شريحة من المجتمع. فجاءت هذه الزيارة للاطلاع على مثل هذه التجارب والالتقاء بالعديد من المسؤولين، وعلى رأسهم طبعا معالي الأخ المهندس خالد عبد العزيز وزير شؤون الشباب والرياضة، واللي استفدنا حقيقة من الاجتماع معه ومع المختصين في وزارة الشباب وأيضا القائمين على مثل هذه المراكز. ونتمنى للأخوة في جمهورية مصر العربية كل التوفيق على هذه المشاريع الرائدة والمتميزة. وبعد منحه هدية تذكارية رمزية من البحرين، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمصر ترحيبه بسعادة السيد الوزير هشام بن محمد الجودر وبزيارته لمركز شباب الجزيرة. بنرحب مع الوزير هشام الجودر في بلده الثاني مصر. الحقيقة الوزير هشام الجودر من الوزراء الحقيقة العرب اللي ليهم إسهام كبير جدا في النشاط الشبابي والرياضي العربي بشكل عام يعني. والحقيقة أنا كنت في زيارة لمملكة البحرين وتشرفنا بلقاء يعني جلالة الملك، والحقيقة البحرين قدمت خلال الفترات السابقة الحقيقة جائزة الملك حمد والمنامة عاصمة الشباب العربي، والحقيقة البحرين لها إسهامات كبيرة جدا في النشاط الشبابي والرياضي العربي بشكل عام يعني. وكان سعادة السيد الوزير قد منح مسؤولي المركز الأولمبي بالمعادي هدية بحرينية من الفخار بصناعة يدوية، وغادر المركز وسط ترحيب من إداريه ومسؤوليه. في إطار التعاون بين مملكة البحرين ومصر وتدعيم العلاقات بينهما، قام سعادة السيد وزير شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر بزيارة لكل من مركز شباب الجزيرة والمركز الأولمبي بالمعادي. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من المركز الأولمبي بالمعادي القاهرة.